عالم يخيم عليه الغموض والتعقيد، ممتلئ بالإغواء والإثارة. الأموال هي الهدف من الولوج إليه. تتعدد الاحتمالات، تتدافع التوقعات، تحبس الأنفاس، ويبقى الحظ هو الكلمة الفصل فيه. إنه عالم المراهنات، جاذب الآلاف ممن يعشقون المخاطرة والمال، لا سيما في الألعاب الرياضية. عن طريق شركات تجارية كبرى وعصابات مافيا تتعدد أنشطتها، تدار الصناعة التي نشأت في أزقة وشوارع إنجلترا المظلمة خلال القرن الماضي لتنمو وتشرع للجميع إيبان حقبة الستينيات، ما أن ارتبطت بالساحرة المستديرة فباتت تصويبة بعينها لأي لاعب كرة قدم، كفيلة بأن ترفع مراهنا بعينه إلى مصاف الأغنياء أو تحكم عليه بالإفلاس والعوز إلى نهاية الدهر. فبضغطة زر واحدة يمتلك المقابر حسابا بالمجان في قلب إحدى المنصات الخاصة بالمراهنات. أمامه العديد من الرهانات، إلى أحدهم يتجه على قراءة نتائج المباريات السابقة، يعتمد اختياره بتحليل أداء الفرق واللاعبين، يحسم قراره عن طريق مبلغ محدد يدفعه، يتضاعف إذا ما صحت توقعاته، أو يذهب سدى إذا لم يحالفه الحظ. تتحدد النتيجة بناء على التفاصيل التي يراهن عليها، كالفريق الذي يظفر بالمباراة، واللاعب الذي يسجل، وعدد البطاقات الصفراء والحمراء التي ينالها اللاعبون. تشتد المنافسة بين المراهنين بانطلاق البطولات الكبرى، خصوصاً بطولة كأس العالم التي يتابعها العالم من أقصاه إلى أقصاه. تكثر إعلانات شركات المراهنة، تتزايد الإغراءات، تتضخم آمال المقامرين، فسرعان ما يهابون للمشاركة في توقعات، ما أسهل أن تذهب أدراج الرياح رفقة أموالهم. تجلى ذلك في بطولة كأس العالم الماضية بروسيا عام 2018، إذ قدرت الفيفا حجم الإنفاق في سوق المراهنات ب 156 مليار دولار، فيما تأمل شركات المراهنة أن يتضاعف المبلغ في المونديال الحالي بقطر، حيث يتوقع اتحاد الألعاب الأمريكي أن تصل الرهانات في أمريكا وحدها إلى مليار و800 مليون دولار.